احنا كنا بنتكلم في الرياضه. يمكن الاستاذ حسن لمس نقطه مهمه جدا في علاقه العلاقه الوديه. شوف حضرتك قد ايه، يعني هو بيقول لك انا كنت زملكاوي بس انا دلوقتي بقعد في الاهلي، وحضرتك ليك يعني علاقات في الوسط بصفه عامه. انا عايز شايف اقول دلوقتي في حاله يعني ناس بتحاول، قله هم الحقيقه بيحاولوا يعملوا تعصب. هم قله بس في تزايد. وده هنا الخطر. يعني احنا لما بنيجي نتكلم مثلا على فيروس كورونا، هو الخوف مش من الفيروس قد ما الخوف من سرعته في الانتشار. فأنا أذكر يعني صديقي الكاتب الجميل اللي هو الأستاذ حمدي رزق، كان كاتب مقالة جميلة قوي على أنه ممكن الكراهية تنتشر أخطر من أن الكورونا ينتشر. فأنا شايف أن السلوك الرياضي اللي بيحصل دلوقتي هو غير منضبط ويميل ناحية التعصب والتنابز بالألقاب، يعني حاجات الأديان بتحرمها. أيه. اللي هو ما يطلق عليه دلوقتي يعني بلغة العصر الحديث يعني التحفيل. أيه. وده يعني بيخلي النفس فيها نوع من أنواع الغضاضة وفيها نوع من أنواع الكراهية للمنافس، مع أن لما تشوف مثلا فريق زي بايرن ميونخ واللي حصل في الدوري الألماني. أيوه. لما لقوا الجماهير بتاعت الناديين بيسخروا بصورة ما أو بأخرى من بعض أو من رئيس النادي المنافس، وقفوا مع بعض دقيقتين كده واتفقوا مع بعض أنه اللعيبة مش هتهاجم الفريق المنافس، هيباصوا الكرة ما بينهم ومن بعض على أساس أن هم يدوا رسالة للجمهور أنه مش ده الهدف من الرياضة. الهدف من الرياضة السمو بالأخلاق، الهدف من الرياضة انه يبقى فيه روح رياضية. كان باور رئيس النادي وقف مع رئيس النادي. مظبوط مظبوط. لما تيجي تشوف حضرتك يورجن كلوب بتاع ليفربول، الرسالة اللي بيقولها بيقولك ايه؟ انا مهمتي، انا بشتغل الشغلانة دي علشان اسعدك طوال التسعين دقيقة، انا ببذل مجهود عشان اسعدك طوال التسعين دقيقة. بمجرد ما انتهت التسعين دقيقة، سواء أنا كنت منافس بالنسبة لك أو أنا كنت من الفريق اللي أنت بتشجعه، إنساني وروح عيش حياتك. وهو ده الهدف من الرياضة، التقريب ما بين الشعوب، مش الهدف ما بين الرياضات العالمية، التقريب ما بين الشعوب والتواصل. إحنا عملناها دلوقتي أداة شحن، والعجلة عمالة تجري زي كرة التلج اللي عمالة تنهمر أو عمالة تدحرج على سطح منحدر، ممكن يؤدي في الاخر الى مشاكل كبيره جدا. صحيح. يعني لازم يكون في صوت العقل اللي يرجع بينا الى ان ممارسه الرياضه دي حاجه جميله. انا ضد تماما، يعني حضرتك هتقول لي النهارده وانا قاعد في بيتي في قناه الاهلي وانا كنت بلعب في النادي الاهلي، انا كنت قاعد بتفرج على ماتش الزمالك والترجي وانا عمال ادعي يا رب الزمالك يفوز. طبعا لما نوصل لمرحلة ان في بعض الناس اللي ممكن التعصب يخليهم يتمنوا هزيمة الفريق المنافس اللي ممكن يبقى منافس في الادوار اللي بعد اللي كده، هو هزيمته مش حد يعني هزيمته مش هتفيدني يا جماعه، ده بيمثل وفوزه مصر. مش هيضرني، ده يعني بيمثل مصر يا اخواننا. ازاي انتوا تنسوا مصر؟ صحيح. يعني هل حضرتك تقدر تنكر او اي حد من افراد الشعب المصري يقدر ينكر ان الكوره هي الحاجه الوحيده اللي بتسعدنا كشعب؟ صحيح. مصري صحيح. ده احنا بننزل في الشوارع بنهيص من كتر الفرحة لما يحصل حاجة زي كده. فقصدي لابد بقى من انه كل طرف او كل فريق او كل ناحية ترجع بقى لصوت العقل. واكيد في الكثير والكثير من العقلاء في الجانبين اللي ممكن الامور معاهم تهدى جدا ويبقوا هما اللي بيؤدوا الى انه الروح اللي موجودة على التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي تختفي. ايوه. حضرتك يعني شايف ان الحاله دي ممكن تمثل خطر على المجتمع؟ اصل حضرتك بتتكلم على ان محبي كره القدم من جميع الاعمار. فيهم العجوز، الكهل، من لسه في عداد المراهقه، اطفال، شباب. في الفتره بتاعه السن المراهقه والشباب العقل ما بيبقاش راجح، ووارد جدا انه لو ما فيش سطوة العقل على التصرفات، هذه التصرفات تؤدي الى افعال عنيفة. احنا شفنا انجلترا في وقت ما من الاوقات منعت المشجعين خالص من السفر وحضور الدوريات الاوروبية.
ايوه شفنا في اوقات احنا النهارده حضرتك لو شفنا ايام الهوليجنز بقى بالظبط احنا النهارده حضرتك لو في اي نوع من انواع الخروج على الاداب العامه سواء في المدرجات او وسائل التواصل الاجتماعي بيتم معاقبه هذا المشجع من النادي اللي بيشجعه. ما بالك بقى ان في ناس يعني للاسف محسوبين على الاعلام او يعني مسؤولين الحقيقه دوت. وبعدين برضو يعني عايز اقول انه في بعض ما يطلق عليهم دلوقتي اليوتيوبرز. يوتيوبرز ديت نتيجه لانه دلوقتي اصبح العصر هو عباره عن عصر وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي دي لما انا اطلع وما يبقاش عندي رساله اعلاميه وانا عارف انه الاعلام معناه في حرف عين ولام وميم، انا بعلم وبثقف الاخرين، لازم يكون في رساله ومحتوى انا طالع بيه من اللي انا طالع اقوله على الناس، مش طالع اهيج، مش طالع اثير مشاعر غضب، مش طالع اسخر من الاخرين. اعتقد انه مع زياده وسائل التواصل الاجتماعي دي لابد ان يكون في عرف للاعلام الرياضي. عندك تجاوزات كتيره جدا في الاعلام الرياضي وللاسف بتلاقي نسب مشاهده عاليه. صحيح. وده بيشجعهم اكتر علشان يبقى ترند او نسبه مشاهده عاليه انه يتجاوز في حق الاخرين ويبتدي يبقى في نوع من انواع التفاخر والتنابز بالالقاب الى اخره. انا شايف انه دوت لابد ان احنا نصحى لده. هو للاسف بعض الاعلام اصبح عبد للترند للاسف، وبيدور على المشاهدات وكم المشاهدات بصرف النظر عن المحتوى.